بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمارين حول درس النشر والتعميل لمستوى السنة الأولى إعدادي الموسم الدراسي 2016-2017. تمرين رقم 8، بسط كتابة ما يلي. يلا أنقل هذه المعلومات في دفترك ثم أنجز التمرين. لنا لقاء بعد قليل. الجواب: لنبسط ما يلي. 2x زائد 5x زائد 4. انظر معي إلى الكتابة 2x زائد 5x. هذه الكتابة يمكن تبسيطها. هناك عامل مشترك، ما هو؟ نعم هو x، فنكتب x عامل الـ 2 زائد 5 ثم زائد 4. 2 زائد 5 تساوي كم؟ نعم تساوي 7، أي x في 7 زائد 4، و x في 7 تساوي فعلا 7x زائد 4، ثم تنتهي العملية هنا. إذن 7x زائد 4 هي تبسيط للقيمة 2x زائد 5x زائد 4، ناقص 8x زائد 12x زائد 31. يمكن لنا نبسط هذه الكتابة. هناك عامل مشترك بينهما، اللي هو ماذا؟ نعم اللي هو العدد x، فنكتب x عامل ل 8 زائد 12 ثم زائد 31، أي x في ماذا؟ نعم x في 4 زائد 31. لا تنسى ناقص 8 زائد 12 تساوي 4، وأخيرا هذه الكتابة تساوي 4x زائد 31، وتبقى على ما هي عليه. يرى الآن كيف سنتصرف مع هذا المثال. 13x زائد 9 زائد 15x، إذن سنعيد ترتيب هذه الحدود بطريقة تساعدنا على تبسيط هذه الكتابة. فنكتب 13x زائد وبجانبها 15x ثم زائد 9، مجموع عدة أعداد عشرية نسبية لا يتغير إذا غيرنا ترتيب حدوده. يمكن أن نغير ترتيب الحدود والمجموع دائما لا يتغير. وهنا كما ترى هناك عامل مشترك اللي هو x، فنكتب x عامل ل 13 زائد 15 هكذا ثم زائد 9، و 13 زائد 15 تساوي كم؟ نعم تساوي 28، أي x في 28 زائد 9، أي 28x زائد 9. تفقين؟ ناقص 25x ناقص 34 زائد 14x. قلنا في مجموع جبري يمكن تغيير ترتيب حدوده، شريطة أن يحتفظ كل حد بالإشارة التي تسبقه. فنكتب ناقص 25x زائد 14x ناقص 34 هكذا، ثم هنا نعمل بx، فنكتب x عامل ل ناقص 25 زائد 14 ثم ناقص 34، أي x في ناقص 25 زائد 14 تساوي كم؟ نعم تساوي ناقص 11 ثم ناقص 34، و x في ناقص 11 أي ناقص 11x ثم ناقص 34، وتبقى الكتابة هكذا. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.